أبدأ معك بداية ضيفي من القاهرة المهندس حسين الغزاوي. الخبر الجيد أنه زاد إنتاج الكهرباء في أفريقيا بنسبة تصل لنحو 57% من الاحتياجات الموجودة بعد إنفاق نحو 19 مليار دولار، لكن فاتورة إنتاج الطاقة الكهربائية في أفريقيا حتى تصل إلى كافة المستخدمين مع زيادة عدد السكان المتوقع حتى عام 2050 يزيد جدا عن قدرات هذه الفاتورة. هل نحن بصدد القضاء على هذه الفجوة أم أنها تزداد يوما بعد يوم رغم كل الجهود؟ مساء الخير ليك يا أستاذ أحمد وعلى السادة المشاهدين. للأسف علشان إحنا نقدر نقضي على الفجوة دي، ولو تسمح لي أقول بعض الأرقام، إحنا بنقول إن 600 مليون أفريقي يفتقدوا لوجود الكهرباء عموما. لو اتكلمنا على شمال أفريقيا، يمكن الناس اللي وصلها الكهرباء النسبة بتبقى حوالي 98%، ودي نسبة محترمة جدا. طبعا مصر في المقدمة، شرق وغرب وجنوب أفريقيا تتعدى 50%، ووسط أفريقيا حوالي 31%. ده بيدي النسبة اللي احنا اتكلمنا عنها. الفجوة سواء بنتكلم على 28 مليار دولار سنويا عشان إنتاج الكهرباء، محتاجة أموال ومحتاجة تمويل. ويمكن القيادة السياسية والدولة المصرية دايما طلبت الدول الغرب اللي هم ان يبقى احنا محتاجين تمويل منخفض المخاطر. احنا مش عايزين اعانات، احنا عايزين ناس تشاركنا وتمول معانا. عندنا امكانيات مهوله في الطاقه المتجدده. لو بصينا على اطلس الشمس وهنشوف افريقيا بتتمتع بطاقه شمسيه، اطلس الرياح سواء الشمال او الشرق او الغرب او الجنوب، الطاقه الهيدرو مائية، وعندنا أنهار في أفريقيا، طاقة الحرارة الأرضية زي ما موجود كمان في شرق أفريقيا سواء في تنزانيا كينيا والوسط شوية أوغندا. للأسف لو اتكلمنا على الطاقة المتجددة اللي هي بتطلع من الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الأرض الحرارية، الإنتاج وصل السنة اللي فاتت حوالي 3812 جيجا وات. يمكن العالم بيتجه زي ما احنا عارفين الى خفض الانبعاثات الكربونيه. النسبه الاكبر جايه من اسيا، حوالي 60% ليها اوروبا، 20% وبعديها تاتي امريكا. لكن لو بصينا على حصه افريقيا من ده، يعني حصه هزيله لا تتعدى 1.7 او 1.8%. التمويل هو الشيء المهم. زي ما بقول، افريقيا لا تطلب إعانات، تطلب تمويل محتاجينه على بقروض ميسرة، محتاجين نقل الخبرات. أفريقيا تمثل 1.3 مليار نسمة، حوالي 20% من عدد سكان العالم. يمكن لو تسمح لي حضرتك، أشرت لما كنت بتتكلم على السلاح، العالم متوسط انفاق الفرد يتعدى $300 على إنتاج أسلحة، لكن في مشكلة إن هم يمولوا أفريقيا اللي هي أفريقيا الغنية، واللي هتكون الحل الأمثل لأن هي تمد العالم كله بالطاقة الجديدة والمتجددة. لو العالم جدي أنه هو يصل لزيرو انبعاثات كربونية في 2050، العالم محتاج أفريقيا أكتر ما أفريقيا محتاجة العالم.